حسن السلامي مخرج عرض مسرحية موجهة للأطفال غابة الموز. سيركوي تياتر دورة ثالثة، كل مرة يبهرنا بمكان، كل مرة يهزنا البقعة الحلمة. الصغيرات يمكن ما عمرهم ما شاهدوا مسرحية، ما عمرهم ما تفاعلوا مع كلون، ما عمرهم ما شافوا عرض تنشيطي. نلقاهم رغم الدنيا سخانة موجودين بكثرة، يتبعوا من الأول للأخر، وهذا شيء مهم جدا لهم، لأنهم مش تبقى لهم في ذاكرتهم لين يكبروا. والعمل هذا إن شاء الله قام بواجب من ناحية تقديم مادة ثقافية فنية للطفل هذا. نشكر الممثلين اللي كانوا بالحق في ديكور آخر خارج العلبة الإيطالية نحو ساحة المدرسة. شكرا للمدرسة اللي قاموا أعوان وإطارات ومديرين ومعلمين بكل جهد لكي ينجح العمل. شكرا لكم، شكرا لمركز فنون درامية والروحية بسيبيا.